مساء النور للجميع، ان شاء الله تكونوا بألف خير وبألف صحة جيدة. الأبراج الأسبوعية العاطفية، شو مخبيت لنا هذا الأسبوع؟ فيز اعملوا اشتراك، شير ولايك، تابعوا الأبراج الشهرية، تابعوا الأبراج اليومية، وتابعوا الأبراج الأسبوعية العاطفية يوم الاثنين، والأبراج العامة يوم الأربعاء. خلينا نشوف الحمل ما هو وضعه العاطفي حاليا. فيز تابعوا القراءة الثلاثية لأختر كات، رح تنزل بعد شوي. وما تنسوا تشتركوا معي على الفيسبوك، انستغرام، ومية الأعشاب والحياة. سو حمل عاطفيا بهالفترة عم شوفكن عم تشتغلوا على صعيدين، فئة منكن اللي وحيدة ما عندها حدا، مش عم تطلع خارج نطاق اللي هي فيه العاطفي، مش عم تقدر تلتقي مع ناس أو تفتح قلبها لناس، مثل عاملة نوع من السد أو التسكير على هيدا الوضع. عم تنتبه أكثر لأشياء أخرى مهمة بحياتها، بتعتقد إنه المال أو العمل أو الأصدقاء هن أهم. صاير في نوع من الجفاف العاطفي خصوصا عند المنفصلين أيضا بهالمرحلة، أو اللي ما عاشوا لغة الحب. في فرص جاية لكم بالفترة القادمة، من الآن نهاية السنة إلى بداية السنة الجديدة، فرص عاطفية قادمة لإنكم، إن كنتوا منفصلين أو كنتوا مبتعدين أو كنتوا وحيدين أو عازبين، شو ما كان الوضع، في تغييرات بالنسبة للعاطفة قادمة، فحاولوا استقبلوها، افتحوا الباب. ممكن تنظفوا شاكراتكم، حضروا حلقة امبارح عن تنظيف الشاكرات بالأبراج اليومية تاع امبارح، وبنهاية البرنامج كان في حديث وتمرين عن قطع الحبل الأثيري، لحتى تقدروا تفتحوا قلوبكم وتدخلوا في مكان جديد. على الصعيد العاطفي للأشخاص اللي اوريدي عندهم عاطفة أو علاقة أو زواج، عم شوفكم أيضا عم تهملوا الشريك، عم بتركزوا أكثر على المال والأعمال. تعتقدوا أنه الشريك لازم يفهم هيدا الوضع ويكون أفضل. الشريك ما عم يتفهم هذا الوضع، عم بحس بأنه بعيد عنكم. السفر أنتو والشريك بغير الأمور إلى الأفضل، اتصالات الكتيرة، بعض الاهتمام. الحمل من الأشخاص اللي بيعطي في البداية اهتمام كتير بيرجع بيتراجع لورا. فجربوا كونوا مع الشريك بالسراء بالضراء، بالكلام، بالأخذ، بالعطاء، بالحكي. لا تحسوا أنه خلص هو عندي شريك والباقي هيك على الله، ما بصير. بدنا نشتغل على العلاقة أكثر، بدنا نحاول نوجه الشريك في اهتمام أكثر، ما بدنا نلحق الأصدقاء والأصحاب ونهمل الشريك. بالتوفيق للحمل، اكتبوا لي بالتعليقات خليني أعرف شو عم بصير معكم. الثورة عاطفيا في الأسابيع أو الأسبوع القادم، بليز اعملوا اشتراك، شير، لايك، قراءات خاصة، تعرفوا على موقعي www.mjtarot.com، نحكي بتفصيل أكثر. الثور في الحب والعاطفة بده ما بده، عم بيقيس أي أفضل لإلي، العمل أو الحب. أوكي، مستقبلي، راحتي أو الحب، شيء واضح أمامي أو الحب. بالنسبة له الحب هو شيء غير ملموس وغير واضح المعالم، بده شيء ثابت، والأفضل أن يكون الحب أو الحبيب أو الشريك على مستوى مالي جيد. لذلك منشوف الثور بعد شوي، نساء الثور تقريبا، عن الحب الذي لا يملك المال، لا يملك المادة، لا يملك الشيء اللي ممكن يقول خذ هاي 100 دولار، هاي 50 دولار، هاي 10 دولار، تصرف، وأيضا هناك حب. فهون واقع الثور تحت تأثير الضغوط الحياتية، لذلك ما عم يقدر يتقدم، عم يركز على عمله وشغله، تارك الحب، علما أنه عنده فرص قادمة لإله بيقدر يستخدمها. على صعيد عائلته، بيته، أسرته، تحسن كتير ملموس في المحبة، في العاطفة، في الترابط، ولكن برضو لا يزال مركز على عمله. رجل الثور بهالفترة الحب ما عم يمشي معه، عنده نوع من الغضب، من ضيق الخلق، انه بعدين لأمتى هيك الحال، أنت رح تفرج، متى رح ينفتح هذا الباب، أنت رح تغير الأمور،
هذا الشيء عم بيخليه في قلق دائم مستمر، ما عم يقدر ينام، ما عم يقدر يرتاح، ما عم يقدر يحرك، ما عم بيعرف كيف بده يقولي بحياته، لأنه عند الرجل يختلف عن المرأة. بالنسبة له إذا حصل على العاطفة والاستقرار والحب العاطفي ممكن يتقدم في أعماله، أما عن مرأة الثور فإذا حصلت على الاستقرار المالي تتقدم في الحب. بس هون المشكلة، المشكلة أنه الطرفين لا يتخلوا عن الشريك، لا بيعطوا حلو ولا حامض. أوكي، سو المرأة الثور ممكن تشوف الفرص بس إذا بدها المال بدها تركز على المال والحياة والمصاريف، بس ما بتقول للآخر فل عني، يعني مربوط لا حلو ولا حامض. أما الرجل الثور فبحاجة أنه يضل يحاول إلى أن يشوف نهاية، لأنه العناد هو عنوان هذا البرج، ما في حلول أخرى، الحلول محدودة عند الأبراج الترابية عادة ولكن عند الثور غالبا. مثلا العذراء بيتنوع هون وهون، الجدي بيشوف بالنهاية ما في حل، بيقول أوكي بعد فترة، لأن الأبراج الترابية صعب نحفر الأرض نغير كل شيء بسهولة، مش من السهل، فلذلك الأرض ثابتة، مشان هيك بنقول دايما بدنا نثبت أقدامنا على الأرض. بشكل عام على علاقات الصداقة المحبة العاطفة من ضمن برج الثور الأمور جيدة، هناك تفاعل، ولكن في فرص جاية لكم، حاولوا استغلوها، حرام ضيع عليكم هذه الفرص. بالتوفيق للثور، بليز اعملوا اشتراك شير ولايك سبسكرايب على الجرس ليجيكم اشعار البث المباشر. عزيزي وعزيزتي مواليد برج الجوزاء، عاطفيا شو عم بيصير معكم؟ كان لكم فترة داخلين بعلاقة ثلاثية تحكمها بعض الأمور الدنيوية، الآن الشريك كأنه عم يعمل إكزيت أو عم يطلع، أو ربما أنتوا زهقتوا صار بدكم شيء ثابت على الأرض. كل الأحوال أنا عم شوف الترابط، الربط لا يزال موجود. إذا كان الشريك سافر، إذا كنتوا متزوجين أو مرتبطين والشريك سافر أو فل أو راح يشتغل مكان تاني أو بعد عنكم، أو ربما عنده زوجة أو عنده حبيبة أو عنده زوج أو حبيب، لا تزالوا مرتبطين بهذا الشريك، ما عم تقدروا تتخلوا عنه أو يتخلى عنكم. المرحلة القادمة في الأيام في الأسابيع القادمة عندكم تفاؤل كتير في الحب والعاطفة، اللي منكم بده يتزوج بيقدر يترك هالعلاقة وينطلق إلى زواج لأن في تعارف، اللي منكم حابب يتعرف على حدا جديد في مجال، لأن أنتم من الأشخاص اللي دائمين الحركة رجال ونساء. رجل الجوزاء حاليا داخل في علاقة ما عم تعطي إلا اللي هو بده إياه فقط، ولكنه سعيد سواء كان زواج سري. فتاة الجوزاء أيضا داخل في علاقة سرية، سواء كان علاقة سرية أو زواج سري أو حب سري، ومرتبطة فيه حتى كل تقلع عليه هالفترة، وكذلك الرجل. هلأ بالمبدأ ظاهر العلاقة يبدو جيد، ولكن التفاصيل الصغيرة هي الصعبة، الخروج إلى النور، التحدث عن هذا الموضوع. بلكن الأمور ثابتة مبدئيا، فيها بعض المشاكل، شعلة الحب موجودة، الاهتمام موجود، الافتتان موجود، العاطفة موجودة، ولكن السعادة غير مكتملة. جوزاء بليز اكتبوا لي بالتعليقات شو عم يصير معكم. الأشخاص اللي انفصلوا حيحاولوا يرجعوا مرة تانية ويغيروا الأهداف تبعهم. بالتوفيق للجوزاء. عاطفيا عند السرطان، بليز اعملوا اشتراك شير لايك سبسكرايب على الأجرس ليجيكم اشعار البث المباشر. السرطان الآن يتطلع إلى فرص جديدة للحب للعاطفة، البعض منكم بلش يفكر بطريقة إيجابية، فكر إنه في الأيام القادمة المفروض تكون العاطفة أفضل من قبل، وتغييرات عم تحصل بشكل جيد، لكن الحزن مسيطر عليه. اوكي، مزعوج انه العلاقة لم تتم بالطريقة اللي هو بده اياها مثل ما هو بده، مزعوج انه ما قدر يحرك الامور على هواه، خسر الشريك، خسر الشريك، ذهب الى علاقة، اختار شخص تاني عند البعض منكم طبعا عم نحكي، لكن هذا الشريك بالأساس كان غدار، لم يكن واضح، لم يكن صادق، لم يكن على المستوى المطلوب من الحب والعاطفة اللي بيعطيها السرطان.
اوكي. مشكله السرطان انه مين ما قال له دح بيقول له اح. تذكروا كلامي، السرطان من الابراج اللي بحب يساعد او يسعد، اوكي، ولو على حساب نفسه. لما بيشوف شيء غلط ما بيتراجع بقول غلط، لا، بيضل مكمل فيه لانه بيفكروا انه ممكن يسعد الاخر او يساعد الاخر وينسى نفسه. فهذا الشيء مشكلة عند السرطان، لذلك بليز حاولوا انتبهوا كتير منيح. أنا الأول أن تقطعوا وتفصلوا وتنهوا هذه العلاقة السيئة اللي أثرت عليكم بشكل كتير سلبي. ليلى الآن ما عم تقدروا تفكروا، ما عم تقدروا تشتغلوا، ما عم تقدروا تركزوا. الديستراكشن أو الـ كيف واحد بيكون عم استاتكس، يعني مثل واحد عم يتسمع على الراديو فجأة بصير تشويش أو مكالمة بتصير تقطع، هذه علاقتكم مع الحب في الوقت الحالي. بليز غيروا، اكتبوا لي بالتعليقات شو عم بيصير معكم. اما الاشخاص العازبين نهائيا ما عندهم اي حدا، فلا يزالوا يعيشوا في علاقه ماضيه ويتذكروا اثارها، ما عم يقدروا يقربوا لا لقدام لا لورا. بليز انتبهوا. بالتوفيق للسرطان عزيزي وعزيزتي مواليد برج الاسد، بليز اعملوا اشتراك، شير، لايك، سبسكرايب على الجرس ليجيكم اشعار البث المباشر. أسد عاطفيا، أنا خبرتكم مبارح بالأبراج اليومية كيف عم تتصرفوا مع الشريك، كيف عم تعاقبوا نفسكم وتعاقبوا الشريك. الآن عم شوف أنه بعدتوا عن شيء كان جاذبكم أو كنتوا بحاجة لإله أو فكرتوا السعادة تأتي فيه وانفصلتوا عنه، ولكن هذا الشيء زعجكم لأن الأمور لا تسير كما تريدون. حاولتوا تغيروا، تضلوا بالشغل، تركزوا على الشغل، بس عقلكم وفكركم لا يزال مشغول يبحث عن كيفية تغيير هذه الأمور اللي ممكن تتدخلوا فيها بالأشخاص اللي أنتوا معهم حتى تقدروا تمدوا يد المساعدة. كل الأحوال مشربكين كتير بهالفترة، عقلكم كتير مشوش، ضروري نركز، ضروري نحدد prioritize، يعني شو هو البرايوريتي الأهمية. مثلا إذا عندي 10 أشياء لازم أعملها أو نفذها، لازم شوف من المهم إلى الأهم وهكذا لحتى أقدر نظم عاطفتي ودماغي، إن كان للعائلة، إن كان للأسرة، إن كان للحبيب، إن كان للشريك، للأطفال، للزوج، للحبيب، لا 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 للأصدقاء اللي هو أسد هذا الضياع. ما رح يفيدكم، عليكم تقبل الأمر الواقع، وإن شاء الله مع بداية اكتمال القمر رح تكونوا أريح شوي وتتقبلوا بعض الأمور بذهن صافي وانفراجات كتير عاطفية. على صعيد العائلة في تفاهم، حاولوا تتفاهموا أكثر مع العائلة، تزوروا معهم، يزوروكم، يعطوكم من طاقاتهم. ما بين عندي كتير من الأشخاص الأسد لأنه حسب طاقاتكم اللي عم توصلني، بس الفئة اللي تخلت عن الشريك أو تركت أو انفصلت لا تزال تعاني من الحزن. جربوا شوي شوي، طلعوا وقطعوا الحبل الأثيري. بالتوفيق للأسد. عزيزي وعزيزتي مواليد برج العذراء، في الحب والعاطفة أنتم غير سعيدين حاليا، عم تفكر فتشوا على بعض الحلول لحتى تجذبوا الشريك لكم او ما تعتقدوا انه شريك. اعتقد هو هي الفئه اللي عندها كراش على حدا او معجبه بحدا، اما عن طريق العمل او عن طريق شيء اخر، في عندها نوع من الاعجاب تجاه هذه الشخصيه، مش عم تعرف كيف بدها تقلبها، بدها تحركها، مش عم تعرف تعترف لها، مش عم تقدر تعبر عن طلباتها. عذراء، إذا كانت هذه الحالة تنطبق عليكم، هذه الشخصية اللي أنتوا عليها عم تفكروا فيها ليست لكم، أوكي؟ عندها حياة أخرى، عندها حب آخر، ممكن تجاملكم لفترة أو تشعر أنه أوكي في نوع من التجاوب ولكن لا يدوم. سو بليز انتبهوا حتى ما تفوتوا بهالكراش أو بهالأعجاب أو بهالعلاقة القصيرة، بعدين تتعبوا، رح تتعبوا كتير لأن سيقطعوكم فجأة، رح يتم قطع. وعادة أنا بنبهكم من العلاقات القصيرة التي يتم فيها القطع وكسر القلب. سو عذراء، هذا الطريق ليس لكم.
اكتبوا لي بالتعليقات شو عم يصير معكم. باقي العذراء اللي مركز على العمل اكثر من الحب والعاطفه، الشريك بحاجه للاهتمام خصوصا الابراج الناريه والابراج الترابيه. اما الاشخاص اللي فايتين بعلاقه ثلاثيه بالوقت الحالي فعم شوف انه مرتاحين على وضعهم، علما ان العلاقه ليست على الوضع الافضل. بليز تابعوا العلاقه الثلاثيه في اختار كارت بعد قليل. بالتوفيق للجميع. عزيزي وعزيزتي مواليد برج الميزان، شو مخبيت لكم العاطفه لهذا الاسبوع؟ ميزان، خلافات مع الشركاء او مع الشريك تؤدي الى انقطاع مبدئي. البعض منكم تبلك، بلكتوا الشريك، انزعجتوا منه، انزعج منكم، صار مشادات كلاميه، الغيره كانت عنوان الخلاف. وايضا فتحتوا او حكيتوا بطريقه كانت ناشفه او حاده. لم تستطيعوا التحديد، خصوصا لما كنتوا بعلاقه ثلاثيه او انتوا بعلاقه ثلاثيه، ما قدرتوا تحددوا وبسرعه. خسرتوا احد الشركاء الجيدين واتبعتوا الشيء اللي اعتقدتوا انه ثابت، لان المال مرتبط بالعلاقه، هو اهم بالنسبه لكم من الحب والعاطفه. يعني عندي شريكين، انا في علاقه ثلاثيه، واحد بيقدم لي عاطفة، واحد بيقدم لي مال، مع حب بس مش بهالقدر، بختار هيدا لأنه ماديا بهمني أن يكون ثابتة. نعم، هون خسرنا شريك جيد وغيرنا طريقة حياتنا عشان المال والمادة. نشكر الحضور الملائكي اللي معنا اليوم، نشكر الملك الرئيس يوريال لحضوره معنا. فميزان، انتم بحاجة الى التركيز اكتر. هل المال هو اهم بالنسبة لكم من الحب والعاطفة؟ هل انتم لا تستطيعوا الحصول على المال، لازم حدا يغذيكم فيه؟ اذا كان هذا شعوركم، اذا هذه ليست عاطفة، لانه اشترينا العاطفة بالمال مقابل المادة. السيطرة على بعض الأمور بالوقت الحالي مانا جيدة. بعد الميزان عندهم زواج وزواج عائلي، ربما يكون من أقرباء، من عائلة، من عشيرة قريبة منكم، ربما يكون من ناس تجي لعندكم للبيت تتعرف بطريقة تقليدية. الأشخاص اللي تركوا الحب وانفصلوا عن الشريك أو تركهم الشريك، 25-30-27 بالوقت الحالي الامور معركشه شوي، بدها وقت لتصير ترجع بتعود افضل من اول. بالتوفيق للميزان. عزيزي وعزيزتي مواليد العقرب، عاطفيا بليز اعملوا اشتراك، شير، لايك، سبسكرايب على الجرس ليجيكم اشعار البث المباشر شو عم بصير مع العقرب عاطفيا. العقرب قلب الاسره مزعلان هو زوجته او زوجته زعلانه منه ببعض الأمور اللي عم بتصير داخل البيت، مصاريف الأطفال، العيلة، وهكذا. ترجع الأمور تتحسن إن شاء الله على نهاية هذا الشهر وبداية الشهر القادم، بكون قررتوا بأي اتجاه المصاريف رح تروح. أما العقرب النساء اللي قاعدين في البيت بدون عمل، فعم شوف عاطفيا زهق، ما عم بيقدروا يركزوا، عم يسمعوا كلام الناس من برا، في تأثيرات كتير خارجية عم تأثر على علاقتهم أو زواجهم، ربما من الأصدقاء، من الأم، من الأسرة، شو ما كان هذه التشويشات بتكون تحاولوا تقطعوها حتى ما تأثر على علاقتكم مع الشريك. أما بشكل عام العقارب اللي بحاجة للحب والعاطفة، لقاء مع شخصية هوائية نارية رح تحاول تجي تتقدم لزواج، أو أنتوا تحكوها في زواج، قد يعني إذا شريك أو شريكة، وسيتم هذا الشيء بهدوء بمحبة، وهناك الكثير من الفرح والتجاوب من العائلة والأسرة بالنسبة لهذا الموضوع، ولكن عليكم بالتركيز حتى ما تخسروا الفرصة خلال الأسابيع القادمة. والأشخاص المتزوجين اللي حابين يعملوا عائلة ويجيبوا أولاد فالوقت مناسب. بالتوفيق للعقرب، عملوا اشتراك، شير، لايك، سبسكرايب على الجرس، سمعوني طاقاتكم لتوصلني لحتى أقدر ساعدكم أكثر. ما تنسوا تشتركوا بمية الأعشاب والحياة. شكرا. مواليد برج القوس، عاطفيا شو بخبي لكم هيدا الأسبوع؟
وما هي التغييرات اللي ممكن تطرأ عليكم. قوس حب جديد على الساحة، ضل فترة رجعتوا اختلفتوا وتأثرتوا ببعض الأشخاص، إما أهلهم أو أهلكم، وصار بعض الخلاف. حتى الأشخاص اللي ملتزمين بعلاقتهم أو متزوجين أو مرتبطين أيضا عم يعانوا بهالفترة من خلافات من الأسرة، والشراكة عم يحددها أطباع الناس اللي عم تتعايشوا معهم والإرضاء لكل شخص. هذا الشيء صراحة متعب في العاطفة، عم بخليكم ما تناموا منيح، عم تتقلقوا. القوس المرتبط مع الجوزاء بدكم تروقوا شوي، لأنه شريككم معصب أو شريكتكم وعندهم بعض الخلافات بحياتهم ومع العائلة، لذلك عم نشوفهم مش كتير مهتمين وأيضا ما عندهم النضوج الكافي. أما الأشخاص المرتبطين مع الأبراج المائية السرطان والعقرب، خلاف مر عليكم، هلأ بلش يتحسن، الأمور صارت أفضل، ربما خسرتوا شخصية كنتوا تعرفوها من الماضي، رجعت لفترة ورجعت راحت، ولكنها لا تزال موجودة عم تراقبكم من بعيد. أهواء القوس تسيطر عليه بهالفترة، ملذات الحياة، علاقة جنسية قصيرة تحدث ثم تذهب. So please انتبهوا، انتبهوا على صحتكم أيضا، هذا الشيء كتير ضروري لما منبدي هذه الأشياء عن صحتنا. بالتوفيق للقوس. عزيزي وعزيزتي مواليد برج الجدي، جدي بليز اعملوا اشتراك، شير، لايك، سبسكرايب على الجرس ليجيكم اشعار البث المباشر. شو مخبي لكم جدي هذا الاسبوع عاطفيا؟ في اسبوع العاطفة عم تطلعوا من مرحلة كانت صعبة شوي مريتوا فيها، فيها كان بعض الموازنة وتدخل فيها عدة أطراف، الشريك أو الحبيب عنيد، الأمور لا تمر بسهولة، ولكن إجت المساعدة أو إجا الحظ اندفش معكم إلى الأفضل إلى أن يذهب هذا العناد أو هذا الخلاف. هذا الحظ خدمكم لفترة، رجع الأمور ماتت مرة تانية والآن بلشت ترجع من جديد. سو مريتوا بمرحلتين، مرحلة أولى نزل دولاب الحظ معكم، صار في خلافات بعد أو جفا، رجعت انحلت الأمور، رجعنا مرة تانية والآن بلشت تتحسن إلى الأفضل. دخول أطراف كتيرة في العلاقات أحيانا يتعب العلاقة وبيخلي في نوع من الجفاء، لأنه في مثل عنا بيقول عقلك براسك اتنين بيديروك، يعني حتى لو الإنسان بكامل قوى العقلية عم يفكر، بيجي حد بيقول له من هون، بيجي حد بيقول له من هون، بيتقولب بيقلب عقله. المرحلة القادمة العاطفية عندكم دعم عاطفي يأتي عن طريق شخصية نسائية رح تحاول توقف معكم وتدعمكم إلى مرحلة عليا جديدة. أما الخلافات السابقة اللي تمت عاطفيا بينكم وبين الحبيب أو الشريك أو الحبيبة والشريكة والعائلة، عائلتكم، عائلة الحبيب أو الشريك، فرح تنطوى، رح تذهب ولن تعود لفترة. بشكل عام العاطفة عندكم في تحسن، في تقدم إلى الأمام، وفي خلال الفترة القادمة 10 أيام، 15 يوم، 20 يوم، هناك نوع من الهدوء المسيطر، وبإمكانكم إنشاء أسرة أو تحديد الشراكة أو ترسيم العلاقة مع الشريك. أموركم طيبة على نهاية هذا الشهر وبداية الشهر الجديد أيضا، و15 شهر من الأيام الجميلة حاولوا تقضوا مع الحبيب. بالتوفيق لمواليد الجدي. جدي بليز ما تنسوا اشتراك، شير، ولايك، تابعوا مية الأعشاب والحياة. عزيزي وعزيزتي مواليد برج الدلو، امبارح حكيت عنكم وحكيت عن الحب والعاطفة، خبرتكم أشياء كتيرة بالأبراج اليومية، خلينا نشوف إذا تغير شي اليوم. بليز تابعوا مبارح وتابعوا في نهاية الحلقة قطع الحبل الأثيري، تمرين سهل وبسيط فيكم تعملوه حتى تنطفوا شاكرة القلب أيضا، وما تنسوا تعملوا تأمل لتنظيف الشاكرات. دلو رجعتوا تركزوا على العمل
لأنه العاطفة إلى فترة مش عم تمشي كما يجب، أو عم بتحسوا أنه هناك في شيء غير طبيعي عم يحدث معكم. هذا الشيء صحيح، لذلك شلتوا الفكرة، ولكن إحساسكم بالوحدة مسيطر عليكم حاليا. لقاء جديد يأتي لكم، برج ناري، ربما ناري الصفات، ناري ترابي الصفات، يعني بيجي شوي شوي، بس لما بيجي بيفتح قلبه بيحكي فورا، ولكن أنتم مراقبين من شخصية هوائية لا تزال ما عم تعرف كيف دا تتصرف معكم، وممكن كتير يكون لكم نصيب عليها. فجربوا تطلعوا حواليكم كتير منيح، إذا نسيتوا حدا أو أهملتوا حدا أو حاسين إنه رسائل الكون قالت لكم في هاي الشخصية هي لألكم، رجعوا حاولوا تفتحوا صفحة جديدة وتفتحوا قلبكم لحتى ما تضيعوا الفرصة، لأن هذه الشخصية ربما مرت بظروف أو أنتم مريتوا بظروف وحسيتوا إنه الوقت غير مناسب. علاقاتكم مع الأسرة والعائلة فترة جيدة، مع الأطفال بإمكانكم الزواج، بإمكانكم التقدم، حتى ممكن تذهبوا بشراء بسفر مع الشريك أو الحبيب، تجددوا ميثاق الحب أو المحبة، أو تجددوا علاقتكم، تكونوا بس أنتم مع بعض لتقدروا تطلعوا من الجو اللي أنتم فيه. دلوا شيلوا العناد بالحب والعاطفة، ما رح ينفعكم كتير، جربوا اسمعوا للشريك وطلباته حتى ولو مرة واحدة، جربوا نفذوا المطلوب. بالتوفيق للدلو. عزيزي وعزيزتي مواليد الحوت، شو عم بيصير معنا عاطفيا في اسبوع الحب والعاطفة؟ الحوت مركز، بعض منكم العازبين في عندهم زواج الأصغر عمران بالعشرينات 18، هناك زواج من ضمن العائلة، مبارك، تباركوا العائلة، وممكن يكون داخل بيت العائلة أو في بيت قريب على العائلة، ألف مبروك. الحوت المنفصلين بالوقت الحالي عم بيفتشوا على شراكة وزواج جديد وحب جديد، ممكن كتير يتقدم لكم شخصية عندها أطفال أو طلقت من فترة قريبة، يعني هو أو هي. أما الأشخاص الأصغر عمراً اللي اختلفوا مع الشريك وصار لي مشاكل كتير وبلكتوا بعض وزعلتوا، هو لا يزال بالانتظار أو هي لا تزال بالانتظار، بإمكانكم مراجعة حساباتكم وتحاولوا تتفاهموا من أول وجديد. تشويش عليكم كتير عم بيصير عاطفيا، لأنه عم تروحوا على كذا محور، في أمينكم ما عم تفكر أي اتجاه بدها تروح، وداخل علاقة ثلاثية مش عم تعطيها كتير من النتائج الإيجابية، ومقارنة ما بين الماء والتراب، يعني عم تقارنوا ما بين برج مائي وبرج ترابي، وأيضا البعض منكم عم بيقارن ما بين برج مائي وبرج ناري، أو عم بحاول يخلي الشخصيتين مع بعض. خبر يأتي من حب سابق، ممكن يطلب منكم تحكوا معه في سبيل تريحوا نفسيا، لا أكثر ولا أقل، لا تتخيلوا أنه سيعود. حوت بحبكم كتير، اعملوا اشتراك شير ولايك، بليز اكتبوا لي بالتعليقات شو عم بصير معكم. مرسي لجميع الأبراج، شكرا لحضور ملائكي ملك يوريال، ملك الرئيس يوريال، تصبحوا على ألف خير. بليز تابعوا العلاقة الثلاثية بأختار كارت، رح تنزل بعد شوي. باي.